هذا وقد أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة وما تضمنه من قيم حضارية راقية ومضامين سامية تدعو للفخر بالإنجازات التنموية والاعتزاز بتضحية الكوادر الوطنية المخلصة والتفاؤل بمستقبل مشرق في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أكد سعادة الوزير أن الكلمة الملكية السامية بمثابة منهاج عمل شامل لاستدامة مسيرة البناء والتحديث والنهضة الديمقراطية والتنموية والحضارية على أسس راسخة من التمسك بالقيم والتقاليد التاريخية العريقة التي أرسى قواعدها الآباء على مدى أكثر من 200 عام، حيث تواصلت الإنجازات الرائدة بروح من الانتماء للوطن والعزيمة الصادقة والعمل الجاد والمخلص في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية العصرية. ثمن سعادته المبادرة الملكية السامية باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي تقديرا من جلالته لدور صاحب السمو الملكي ولي العهد في قيادة فريق البحرين بكفاءة واقتدار في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وعرفانا واعتزازا بتضحية الكوادر الطبية والتمريضية والفرق العاملة والمساندة وتضامنها من أجل تجاوز البحرين هذا التحدي وعودة الحياة إلى أفضل من سابق عهدها، لا سيما بعد التوجيه الملكي الإنساني الكريم بتوفير اللقاح الآمن والمرخص مجانا من أجل صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن التوجيهات الملكية السامية تمثل نبراسا يهتدى به في النهج الإنساني الحكيم والعمل الوطني المسؤول لمواصلة الريادة والإنجازات المشرفة بفضل وعي الشعب البحريني وتماسكه وتأدية القوات الدفاعية والأمنية لواجباتها الوطنية والقومية والإنسانية بكفاءة وإخلاص وتضحية شهدائنا الأبرار وتكاتف الجميع من في إطار الولاء لجلالة الملك المفدى والانتماء للوطن ووحدة الصف من أجل رفعة المملكة الغالية وترسيخ مكانتها الرائدة كواحة للأمن والسلام ونموذج في الديمقراطية والتعايش السلمي والتنمية المستدامة.